اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. خلال الاجتماع أشاد معالي وزير الخارجية بالمسار المتميز للعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وما يتسم به من تقدم مستمر على المستويات كافة في ظل الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل المستمر على المضي بالعلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون الثنائي بما يعزز التنمية والتقدم في البلدين ويدعم مصالحهما المشتركة. من جانبه أعرب معالي السيد شاه محمود عن اعتزاز جمهورية باكستان الإسلامية بالعلاقات الوثيقة التي تجمعها مع مملكة البحرين، مؤكدا سعيها الدائم لاستثمار كافة الفرص لدفع هذه العلاقات على مختلف الأصعدة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.